السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل معكم باقي الدرس الثاني في الوحدة الثانية من دروس اللغة الإنجليزية. في درسنا السابق إذا تذكروا خذينا الكومباراتيف فورم، خذينا شكل المقارنة، وقلنا هي تكون بإضافة ER للصفة أو أحياناً R أو أحياناً ER إذا انتهيت الصفة بحرف Y. وانتبهوا للتفصيل، قلنا مرات نضعفوا الحرف ونضيفوا ER للصفات اللي تنتهي بحرف ساكن مسبوق بحرف متحرك. هذه القواعد اللي قلناها مع الصفات الـ of one syllable اللي من مقطع واحد قصيرة. And we said we add more or less، وقلنا نحن نضيفه more or less، كلمة more معناها زيادة و less أقل، with adjectives of more than one syllable مع الصفات اللي أكثر من مقطع واحد. نجيبوا كلمة more ونحطوها قدام الصفة. خذينا كلمة expensive، كلمة طويلة beautiful، فهم بنقول أكثر جمال more beautiful، أقل جمال less beautiful. هذه الصفات الطويلة. هذا كان الكومبارتيف في درسنا السابق. اليوم حناخذ السوبالاتيف، وهي درجة التفضيل مش درجة مقارنة. كنا نقارنوا بشيئين، تو حنمشوا لدرجة التفضيل. وزي ما نشوفوا هنا سوبالاتيف فورم، التفضيل شكل التفضيل. We use the superlative form to express superiority. يبقى نحن نستخدم شكل التفضيل لنعبر عن التفوق، درجة التفوق. ما عادش نقول نقارن بشيئين، ما نقولش هذا أطول من هذا، لكن نقول هو الأطول، هو أكثر تفوق منهم كلهم الأطول. What we do، نفس القواعد اللي خذناها في الكومباراتيف حتنطبق على السوبالاتيف، وهي كنا نضيفه فيش في الكومباراتيف في الاي ار بصفه عامه، هنا حنضيف اي اس تي ونفس القواعد. كنا نضيفه في الاي ار مرات نضيف ار، نفس الكلام. نشوف وي اد اي اس تي اس تي اور دبل كونسونانت بلس اي اس تي. يبقى فيش نضيف، انا نضيف اي اس تي ومرات اس تي ونضعف الحرف الاخير ونضيف اي اس تي، نفس الاجراءات الكومبارت. تو وان سيلابل ادجكتيفز، لمن؟ للصفات اللي من مقطع واحد، الصفات القصيره. ونحن قلنا المقطع شنو في الدرس السابق، اللي هي قلنا يتكون من فاول بلس كونسونانت، دائما يعطينا مقطع. كل ما لقيت فاول ومع كونسونانت مع حرف ساكن وبعدين فاول كونسونانت يبقى مقطع، تبقى تعد فين 1 2 3 هذه المقاطع اللي في الكلمات. يبقى الكلمه اذا كان مقطع واحد حنطبقوا عليها القاعده هذه، اذا كان اكثر من مقطع مش حنطبق عليها. One syllable adjectives. And نكملوا we add ist، كنا من قبل نفس القاعده عندنا، نضيفه في i er مره هذه ist في السوبالاتيف ديجري في التفضيل. تو ادجكتيف اند ان واي، امتى نضيف الاي اس تي؟ للصفات التي تنتهي بحرف واي. يبقى هذه اضافتي، يا نضيف اي اس تي يا اس تي، يا نضعف الحرف ونضيفه اي اس تي، هذين مع الصفات اللي مقطع واحد. اذا كان صفات انتهي بي واي سواء كان مقطع او اكثر من مقطع نضيف لها IEST، نحول الواي حقيقة ونضيف IEST. نحن قلنا المقارنة كانت مرتبطة بكلمة than، لما نقول أطول من than هي كلمة من، المرة هذه نقول الأفضل في أداة التعريف اللي هي ذا. يبقى مع السبالاتيف ديجري مع درجة المقارنة حنستخدم كلمة ذا، مع درجة التفضيل حنستخدم كلمة ذا، مع درجة المقارنة اللي هي كومباراتيف كنا نستخدم كلمة than. يبقى توا the is used in superlative، the تستخدم مع التفضيل، مع التفضيل. number one، أول قاعدة adjective plus
EST صفة ونضيفوا لها EST ونشوف الصفة long خذناها بدري لما في الكومباراتيف صح اضفنا لها شنو ER لما كنا نقارنه تو إضافة بتاعنا EST the longest شفت الكلمة ضفنا لها EST الأطول مسبوقة بإيش the دائما سوبراتيف حتلقى قدامها the longest الأطول example The Nile, نهر النيل, is the longest river in the world. هو أطول نهر في العالم. نجوم بحث. The Nile is the, ريتو the, تسبق الصفة. أنا مجرد ما لقيت the, نعرف أن الموضوع بتاعي سوبرلاتيف وبالتالي ينضيف EST, ينضيف ST, ينضاعف الحرف ونضيف EST, يا إما تكون إضافتي IEST اللي خذناهن بدري. تو نحن نضيف الST. The, بحثوا معي مرة أخرى. The Nile, النيل, is the, هلقينا كلمة, the, قدام الصفة the. The longest, الأطول. The longest river, النهر الأطول, in the world, في العالم. شوفوا الأخرى. Adjective plus ST. صفة ونضيفوا لها ST. أمتى؟ إذا كان هي فيها إي. نحن أصلا نضيفه في إي إس تي بس أنت موجود إي يبدأ حضيف إس تي لارج إيش تقعد؟ The largest ودائما السوبرلاتيف مع ذا هتلقى دائما كلمة ذا لارج بلس إي إس تي تقعد The largest adjective بلس double consonant صفة ونضعف الحرف الأخير ونضيف لها إي إس تي أمتى الكلام هذا بدري شرحناه قلنا لما تنتهي الصفة بحرف ساكن مسبوق بحرف متحرك شوفوا هذه big consonant preceded by a vowel مسبوق بحرف متحرك what we do we double نضعف الحرف الساكن يبقى g will be two double g plus est يبقى تقعد biggest biggest big double est biggest the biggest دائما نذكروا كلمة the adjective plus IEST نحن قلنا أن تنضيف IEST if the adjective end in adjective ends in y إذا الصفة انتهت ب y حتحط IEST adjective plus IEST and we have funny مرح أو مضحك إيش يقعد funniest silly silliest اجدرنا احنا حولنا الواي وحطينا اي اي اس تي silly سخيف واضح يبقى اذا انتهت الصفه في واي حنحولوها الواي نحولوه نحطه اي اس تي هذه بالنسبه للشرح اللي قلناه تو الخطوات هذه اللي هي اضافه الاس تي أو إضافة نضعف الحرف ونضيف EST أو إضافة الـ EST أو إضافة الـ IEST هذين كلهن مع الصفات اللي فيهم مقطع واحد syllable of one adjective of one syllable when we have an adjective and it is just one syllable فقط هي مقطع واحد we add what we said before اللي الكلام اللي قلناه نضيف ال EST ولا ST ولا نضعف ونضيف EST أو نحول ال Y إلى IEST هذين في الصفات قصيرة بيلو if the adjective is long it is not short مش قصيرة كانت طويلة what we do that's it we use the most بدري كنا شو نديره مع في المقارنة مع الصفات الطويلة كنا نضيفه more صح المرة هذه نضيفه the most مسبوقة بذا بل لو كان أقل كنا نضيفه less في المقارنة المرة هذه نضيفه the least الأقل يبقى كلمتين إذا كان الصفة طويلة more than one syllable أكثر من مقطع what we do we add the most before the adjective نحط most قبل الصفة هذا كان بنقول أكثر بل لو كان بنقول أقل نقول the least قبل الصفة before
we use the most or the least before the adjectives of more than one syllable. للصفات الأكثر من مقطع. يبقى الصفات إذا كان أكثر من مقطع ونبي نديره صيغة التفضيل superlative degree or superlative form, we add the most or the least على حسب ما أنا كان زيادة نقول the most, إذا كان بنقول أقل نقول the least. صفات الأطول. نشوف الإكزامبل. إكزامبل: الحمراء is the most beautiful sight. إيش قلت أنا؟ الحمراء تكون بعد كلمة ذا وكلمة beautiful أكثر من مقطع طويلة الصفة, وبالتالي ما عادش حنزيد لها لا إي آر ولا شيء, ولكن حنجبنا قدامها كلمة أكثر the most. الحمراء is the most, لاحظ كلمة ذا وmost beautiful sight, الأجمل الموقع الأجمل. Okay, another example. This is the least ancient. Ancient معناه قديم. هذه أقل قدم. الأقل قدم. أقل قدم مش قديمة ومش أقدم. الأقل قدم. يبقى إذا كان بنقول أقل استخدمنا كلمة the least. بنقول أكثر استخدمنا كلمة the most. The most beautiful, الأجمل, ما فيهاش مقارنة, فيها تفضيل. جبنا ذا وجبنا most وحطناها قدام الصفة because it is more than one syllable, لأنها أكثر من مقطع طويلة, صفة طويلة, حطنا لها the most. بني بنقول الأقل نفس الكلام the least ونحطها قدام صفة ancient, الأقل قدم. أوكي, باهي خذينا نحن المقارنات والتفضيل وكان القياسيات في قاعدة نمشوا عليها. عندنا تو الريجولر كومبارزن, المقارنات الغير قياسية سواء في الكومباراتيف ولا في السوبراتيف. Stop please. Yes, I'm sorry. حناخذوا الريجولر كومبارزن, حناخذوا المقارنات الغير قياسيه. كنا ناخذ في المقارنات تخضع لقاعده, قلنا في الكومباراتيف كنا نضيفه في الاي ار ولا ار ولا دبل, نضعفه في الحرف ونحطه في الاي ار, او كنا نجيبه في كلمه مور مع الصفات الطويله. في السوبرلاتيف كنا نضيفه في الـ EST ولا الـ ST ولا IST, أو مع الصفات الطويلة كنا نجيبه في كلمة more إذا كان بنقوله أكثر ونسبقوه كلمة the, ولا least بنقوله أقل ونسبقوه كلمة the least ونحطوها قدام الصفة. عندنا مقارنات ما تخضعش لها القاعدة ونسموهن regular comparison, اللي هي المقارنات الغير قياسية. وهذين الأشكال بتاعهن ما عادش يكون حفظ, يبي نحفظهم حفظ. adjective الصفة من أشهر الصفات المفروض تركزوا عليه اللي هي good, باهي جيد كويس. وش بيكون الصفة بتاعها؟ نقوله أفضل كويس, نقوله أحسن, فنقوله better. يبقى better هذه comparative مكان إيش؟ مكان إضافة ال er, معش نضيف لها في er ولا كلمة more, ولكن نأخذ الشكل. لو كان قلنا هو كويس he is good, باهي الآخر أحسن نقوله she, هي أفضل she is better. بعدين منقوله هم الأفضل they are the best. يبقى أنا عندي good, better, best, كويس, أفضل, الأفضل, أفضل منا, الأفضل. هذه في المقارنة دائما مع كلمة than, وهنا دائما تكون سبقتها كلمة the best. نشوفوا هذا bad, واحد سيء he is bad. بالآخر أسوأ نقوله he is worse, he is worse than him, هو أسوأ منه. يبقى bad سيء, أسوأ worse, الأسوأ the worst. يبقى هنا عندنا الصفة الهنا الcomparative المقارنة مع than, ديما لما يكون قارن بين شيئين the worst, هنا superlative اللي هي التفضيل الأسوأ, little شوية بأقل. ذكروا بدل كنا نستخدمه في less في المقارنة مع الصفات الطويلة, هذه less منين جت؟ من كلمة little, little less
ونقولوا الأقل the least. بقى نشوفه many وبعدين ناخذه more. بدل كنا نقوله more الصفات الطويلة more beautiful أكثر جمال. منين جت more؟ جت من much ولا many؟ more هذه المقارنة بتاعها بها الأكثر the most. The most much نفس many المعدود وغير معدود. هذه واجد وهذه واجد، هذه معدود وهذه غير معدود، نفس المقارنة لكن more و the most. far بعيد، father ولا further، عندي خيارين يا father يا further. الأبعد أبعد من، بهي الأبعد the farthest. the farthest the furthest نفس الكلمتين اللي هنا حنضيف لهم استيغادي، بس هذه مش إضافة، هذا غير قياسي، تحفظها بالحفظ. far في المقارنة تقعد father ولا further، في التفضيل the farthest ولا the furthest. الأهم صفتين عندنا هن good كويس، أفضل better، الأفضل the best. وعندنا الكلمة الأخرى bad سيء أسوأ worse the worst. هذين من أهم الصفات اللي تركزوا عليهن. هذين باش تعرف كلمة more منين جت أصلا و most منين جت. جت من كلمة many or much، الكلمتين هذين نفس المقارنة واحد، هل الاثنين more بعدين يجدن the most. هذه regular comparison، هذين الأشكال تبي تحفظها. تبي تحفظ لما تقول واحد كويس تقول he is good، تبي تقارن بين اثنين تقول he is better than his brother، هو أفضل من أخيه. better هذه المقارنة، تبي تقول هو الأفضل خلاص ما فيش واحد آخر، تقول he is the best. يبقى الأشكال تكون حفظاً حفظ good better the best bad worse the worst. أوكي وباقي الكلمات المهمة الكلمتين هذين لأن أكثر استخدام. ناخذ المثال على الكلام اللي قلنا، حنجيبوا الصفة وبعدين المقارنة وبعدين التفضيل. نشوفوا الصفة الأولى فرج is bad، فرج يكون سيء. كمال is worse than فرج. يبقى هنا الصفة كما هي فرج سيء، باقي قدرت مقارنة بين شخصين قاعدين هم الاثنين كمال وفرج، فهنجيب كمال is worse وكلمة than، لأن لما يكون مقارنة بين شخصين دائما معنا than. كمال is worse than فرج، كمال أسوأ من فرج. بنجيب التفضيل من الأسوأ منه كله، but خالد ولكن خالد is the worst هو الأسوأ. لو جو المقارنة هذه كلها regular bad المقارنة بتاعها worse superlative degree is worst ودرجة التفضيل هي worst. خالد سيء واحد سيء أسوأ الأسوأ. أوكي let's see text review، نمشي ولا مراجعة على الدرس اللي خذناه اليونت 2 lesson 2 text review part 1 الجزء الأول. shade A طلل على A B or C B or C on your answer sheet، الإجابة صحيحة ظلل عليها. let's see The Nile is النيل يكون the river in the world في العالم، بني بنقول أطول long. بما أن سبقت ذا إيش يكون مقارنة ولا تفضيل؟ هيك حيكون تفضيل. بتفضيل شو ندير؟ ينزيد est يكون صفة طويلة ويكون قدامها the most ولا أقل the least. ليش ذي the least longer؟ هذه واحدة من الإجابات. the longest or long بهناش عندي، عندي الصفة كما هي في long في سي، بعدين هنا في الكمباراتيف ضيفين لها ER، هنا في السبالاتيف ضيفينها EST. بجملتك انت شنو؟ هل هي مقارنة؟ فيه حاجتين نقارنوا بينهم ما فيش، وهنا عندي كلمة ذا اللي دائما تصبغ التفضيل، وبالتالي بدأما فيها بالشكل هذا يبقى الجملة بتاعي تفضيل ونختاره. B. Nile, the Nile, is the longest river in the world.
نهر النيل أطول نهر في العالم، الأطول صح؟ أطول نهر، the longest. وبالتالي it is superlative degree. موسى is something most helpful in the family. الشخص اللي يساعد أو ما يساعدش نبغى نشوفه. Yes. The less معنى أقل. Least درجة من less. More أكثر. بأن إحنا الجملة بتاعنا موسى is the بدأ من the معناها superlative بنمشي للمقارنة. بأن للتفضيل. التفضيل عندي هذه من الريجولر مقارنة وعندي كلمة مور مقارنة، ما عنديش كلمات في التفضيل إلا least الأقل. It is موسى is the least helpful in the family. الحمرة is than the pyramid. يبقى عندي than توا، than معناها مقارنة، المقارنة عندي حاجات يا ما يكون فيها AR يا ما يكون صفة طويلة قدامها مور ولا لس، إذا كان زيادة مور إذا كان أقل لس. أوكي لس سي بقى نشوف حتى الإجابة الثالثة. يبقى أي مور بيوتيفول أكثر جمال، بيوتيفول جميلة، ذا موست بيوتيفول، ذا موست بيوتيفول في جد مع هذا موست معناها التفضيل. بيوتيفول صفة بروحها إذا كان بنقول جميل بس نقول بيوتيفول، لكن أنا عندي كلمة في الجملة than وعندي حاجتين الحمراء والأهرامات pyramid، يبقى مقارنة بين اثنين والمقارنة هي more beautiful، هتكون more beautiful. شوفوا السؤال اللي بعده. She is than her sister. بزلنا في كلمة than معناها مقارنة، مقارنة يا تضيف ER يا تبي تجيب كلمة more if it is more than one syllable، كان هي صفة طويلة هي تكون من أختها. هي إيش؟ old ولا older أو الاختيار الثالث oldest. هنا مقارنة، مقارنة يا يكون فيها ER يا قدامها كلمة more، والإجابة اللي توفر فيها هذه هي B. She is older than her sister. old معناها كبير، هي أكبر من، لاحظوا كلمة than، than usually or connected with comparative غالبا ما تكون مرتبطة مع المقارنة، بينما ذا تكون مرتبطة مع التفضيل. To give opinion هذه بداية درسنا اللي فات. To give opinion يعني إيش؟ لما تعطي الرأي، أنت تعطي رأيك إيش تقول؟ You can say، يمكن أن تقول. تبي تعطي رأيك إيش تقول؟ In my opinion this is one choice، هذا اختيار. I agree أنا أوافق. I disagree أنا لا أوافق. طبعا أنت تعطي رأيك تقول من رأيي من وجهة نظري اللي هي in my opinion، هذه إبداء الرأي لما تعطي رأيك تقول in my opinion. To disagree agree بدري تو disagree لا توافق with someone you say، لما ما توافقش مع أحد ما إيش تقول؟ first choice okay the third one and the answer I think so too، لما ناقش موافق هل تقول I think so too أنا أعتقد أيضا ولا no I don't think so too ولا I agree؟ طبعا الإجابة جت واضحة no I don't think so، أنا لا أعتقد ذلك، هذا بحالة أنك ناقش موافق. لو أنك موافق تقول I think so، هذه في حالة الموافقة، وهذه في حالة عدم الموافقة. The pyramid is الأهرام يكون more than 2000 years أكثر من 2000 سنة، less than 2000 years أقل من 2000 سنة، 600 years old. طبعا هذه معلومة والأهرامات كانها more than 2000 years أكثر من 2000 سنة، معلومة هذه. Part 2 بقى نمشي للأسئلة والجزء الثاني من الأسئلة. Shade A for true، وهذه true false اللي هو الاختيار من صح ولا خطأ.
treat A for true. خذ A للإجابة الصحيحة true sentence and B for false sentence للإجابة الخاطئة. والكلمتين هذين لابد تعرفون true صح false خطأ. Okay. Number the question the Shah Faisal Mosque مسجد الملك فيصل is in Islamabad in Pakistan. معلومة أخذناها في الكلمات كانت تذكره. الشاه فيصل يكون في الباكستان في إسلام أباد. الكلام صح أو خطأ؟ It is true. It is true. The other question. وإجابنا. الحمراء is in France. الحمراء في فرنسا؟ الحمراء في وين؟ قرطبة فيش؟ في أسبانيا. يبقى الإجابة بتاعي خطأ والإجابة كما شفتوها. الحمراء is in France. No, it is not. It is in Spain. هي في أسبانيا وليست في فرنسا. I don't know. The largest pyramid is in الهرم الأكبر الكبير in Gaza in Japan. هو في الجيزة صح جيزة in Giza. The largest pyramid is in Giza in Japan. هو في الجيزة صح ولكن في اليابان or in Egypt. It is in Egypt. And so the answer is false. والإجابة بتاعي غلط لأنه هو وين؟ هو في إيجبت اللي هي مصر وليس في اليمن. The largest pyramid is in Giza in Japan. It is in Giza but where? In Egypt. Then it is false answer. The other okay by this in fact بهذه المراجعة we come to the end of the lesson. نصل إلى نهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله.